منتابع فقرات صباح اليوم. برجع بجدد التحيات لكل يلي عم يحضرونا وعم بيتابعونا وعم يتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. والفقرة هلأ لنعرف أكثر ورح نحكي فيها عن افتتاح المساحة المصغرة للعب للأطفال يلي أنشأتها جمعية نساند ببرج حمود. ويعني هالمساحة يلي أو من ضمن المشروع المسمى بارتيسي بلاي بمشاركة الأطفال أيضا يلي وضعوا لمسات الأخير عليه من دهان من زرع شتول، بإضافة لكونه عبارة عن مساحة صغيرة أيضا قابلة للنقل. طبعا تم دراسة المشروع وتصميمه من قبل مجموعة من الطلاب. ورح نحكي أكثر، رح نستضيف معنا لحتى نحكي عن هالموضوع، بس قبل بدي اشوفوا فيديو عن تقرير عن فتح الافتتاح عفوا هالمساحة، ونرجع نحكي أكثر عن المشروع. توجهنا كان كتير ضروري نروح للطريقة المستدامة سستينبل كرمال نكون عم نشتغل بطريقة خضراء وما نكون عم نرجع نأذي الطبيعة بالتنفيذ اللي عم نعمله. المواد المستعملة هي ريسايكلد من أكياس البلاستيك، عملنا منها معمول منها للواح والعواميد اللي هي من سيدرز انفايرمنتال. اللايتنج هي سولار بانلز عم بيعطوا إضاءة عبر طاقة شمسية. الفكرة أنه أخذنا موقع باركينج وحدة تنفرجي العالم أنه بهاللوكيشن الصغيرة قد إيه أساسي هالمطرح كرمال ندعيهم يطالبوا بحقهم اللي هو الأماكن العامة تصير متوفرة عندهم أكثر بالبلد. احنا اليوم هيك بافتتاح مشروع هو كتير بسيط بحجمه، بس الفكره تبعيته حلوه. الفكره انه عم ناخذ سبيسز كتير صغيره نخلق منها واحه للاولاد يلعبوا اللعب اللي كنا بنعرفه من زمان، اللعب الحي اذا بدك. اهميه الفكره انه تكون هذه بايلوت نقدر نطبقها بعدد كبير اكيد، لانه ما فيها تكون بحجمها عم بتلبي عدد اطفال كتار. حبينا نكون حد جمعيه نساند وبلديه برج حمود بهالاوبننج البسيط اللي عاملينه، بس المهضوم والكتير حلو بيعني لنا. ونتأمل أنه لأنه هالفكرة بسيطة نكون قادرين ننفذها بعدد أكبر بكثير، مثل ما هلأ كنا نوعدنا كمان عم نحكي مع البلدية ومع جمعية نساند. بعتقد حيكون قريبا في يعني مشاريع مشابهة لها بعدة نقاط تانية. نحن اليوم ببرج حمود، منطقة عزيزة كتير على قلبنا، واليوم المشروع اللي بدنا نحكي عنه هو مشروع كتير مهم، هو بروتوتايب لمشروع نموذجي لمساحة مجتمعية آمنة ومستدامة. مثل ما بتلاحظوا الماتيريال اللي مستعملينها كلها ماتيريال ريسايكلد، أعيد تدويرها. الأدوية اللي مستعملينها هي أدوية بيشتغل على الطاقة الشمسية، دخلنا البلانتس، وكمان الموضوع اللي كتير مهم إنه الكوميونيتي كان عندهم بارتيسيباتوري أبروتش. الأولاد الإيفانجاليك أربيني إيفانجاليك سكول ببرج حمود هن كانوا حلمانين بهذا السبيس وتنفذ، يعني قدروا يحققوه. جمعية نساند ساعدت بعد انفجار 4 آب ينذكر ما ينعاد بترميم المنازل، بتقديم مساعدات عينية للأهالي، بدعم البلدية لتقديم بعض الخدمات، وآخر مبادرة كانت هاللفتة للأطفال اللي تستجيب لأحد أبسط حقوقهم بإيجاد مساحة آمنة للعب. نحن منقدر هاللفتة كتير ومنتمنى أنه تعمم وتنتشر وتتضعف. عبر زوم تنضم لإلي مؤسسة جمعية نساند سيدي غيداء نوام. صباح الخير. صباح النور. يعني أول شيء شو بدي أقول لك، يعني هاللفتة الحلوة شيء هيك بيكبر القلب، بيحسسنا بشيء من الأمان. هلأ صحيح رئيس البلدية قال هو أبسط حقوق الأطفال، بس هيدا الأمان أوعك تفكري بس للأولاد، هيدا أمان مجتمعي كامل، لأنه بس شوفي حدا عم يهتم يكون للأولاد هالقد مساحة آمنة بتحسي أنه الدنيا بعدها بخير. يعني بعدنا بنقدر نكون عم نساند بعضنا ونكون عم نوقف حد بعضنا بكثير من الامور. سو تحية لكم قبل ما نحكي عن المشروع، بس يعني خبريني شوي عن هالمساحه، كيف اجت الفكره؟ شفت انه في اكثر من طرف اشتغل عليها، ولوين رايحه هالفكره بعد؟ يعني هالمساحه النقاله لوين رايحه؟
ثانك يو كثير. اول شيء ميلاد المسيحه مثل ما حكينا قبل كثير فكرتها كثير جديده، يعني افانغارديست، ما كانه ببلد للاسف مثل بلد لبنان، يعني بتطبق بحيالة بلد ثاني اوروبي. اللي حلو فيها انه كان في كثير مشاركه بالفكره بالديزاين. سو نحن من اول شهر واحد في تلاميذ من السويد من جامعه تشالمرز، اربع تلاميذ طلعوا بالفكره انه بدنا نعمل مساحه مجتمعيه مشتركه للاولاد امنه ومستدامه. اول شيء عملوه اتصلوا فينا، عرفوا يعني حددنا سوا نحن باي مناطق بدنا نشتغل، واخترنا منطقه برج حمود. تعاوننا مع اولاد الارميني ايفانجيليكال سكول، سو كنا نعمل زوم ميتينجز لمده 3 شهور مع كذا مع الاولاد ومع ناس من المجتمع يعني عندهم احتياجات مختلفه. ومن خلال هالافكار اللي صرنا يعني عم نحكي فيها اكتشفنا شو الحاجات تعولهم، حتى كمان الأولاد رسموا هن شو بحبوا شو بيحلموا يكون موجود بهذه المساحة المجتمعية. أول شيء كلاتنا كنا مفكرين أنه فكرة بس ما معقول تتطبق. اللي حلو فيها أنه وقتها الافتتاح كان شيء مثل حلم للأولاد، يعني شافوا الفكرة تاعيتهم شيء بيقدر يطبق بطريقة كتير هينة. سو النهج التشاركي كان كتير مهم بالنسبة لهذا المشروع. البلدية أكيد ساعدتنا كتير وكانوا كتير متعاونين. اجتمعنا معهم نقينا كذا أوبشن لكذا سبيس. تعرف أول شيء كان في شوي معارضة لأنه نحن بدنا ناخد محل صفة سيارة، وبمحل قد في دنسيتي كثافة سكانية حمود انه صعب تلاقي محل لصفة سيارة، والناس ما كانت عم تفهم علينا ليش هيدا السبيس هالقد مهم. نعم. وكمان يعني نحن هلا مشاركين كمان السبت بافتتاح كارانتينا جاردن. نعم. صوبت ما كنت عارف انه المساحات المجتمعيه بلبنان للاسف بيفتتحوا وما بنرجع بيكون عندنا مصاري انافته حتى نعمل لهم مينتيننس صيانه. هيدا الفرق بينه وبين غير مساحات، انه موجود مثل ملعب مثل ما قال محافظ، ملعب صغير على الطريق للولاد، بيقدر الكل ينزل ويجتمع فيه. غيداء، بدي احكي قبل ما يسرقنا الوقت عن مشروع الكارانتينا يلي جاي، اذا بتخبرينا عنه يعني تعطينا تفاصيل اكثر عنه. انا بدي اتركها سيربريز لبكره لانه عرفت انه النيو تي في حيكونوا موجودين معنا على الارض. ما راح تخبرونا عن التفاصيل. اوكي طيب. طب غيداء، لكن عندي سؤال، يعني هل مثل ما قلتي هالمساحه هي بروتوتايب، يعني في ينتقل من منطقه لمنطقه، شو المطلوب؟ يعني هلا يمكن كتار ان كان من البلديات او ان كان حتى من الجمعيات ممكن يحطوا ايدهم بايد نساند لتعمموا هالمساحه باكثر من منطقه لبنانيه، شو المطلوب؟ المطلوب فاندز اكيد، المطلوب دونيشنز حتى نقدر نوصل. هدفنا نوصل لفوق الألف بارتيسيبلي ان الله راد. كنا احنا كثير متفائلين، بس انه بالنسبه لنا هذا البروتوتيب يعني هو المساحه المجتمعيه المستقبليه النموذجيه. ف ما بعرف اذا قال شربل، يعني 80% من الماتيريال اللي مستعملينها كلياتها اعيد تدويرها بس. نعم. حديد. كان في مثل بارتيسيباتوري ابروتش، يعني الاولاد هن يلي قاموا بالدهان، يعني بالبيان اللي اصدرتوه فكروا حتى بيمكن كيف بده يكون هالبروتوتايب، صح؟ يعني هن حطوا من حالهم. اكزاكتلي. انت بتشوفها سباس كثير صغير، يعني مترين 5 متر، بتقول انه شو معقول يساع باسباس يعني صفة سيارة. كمان بالصور اذا ما بعرف بينوا معكم ببين انه كثير في مساحة يلعبوا فيها الاولاد، يساع تقريبا 10 اولاد مع بعضهم، فيهم يكونوا عم يلعبوا 10 اولاد، وفي كثير يعني كذا لعبة موجودة، حتى في جرادات الاهل يقعدوا ويراقبوا اولادهم، في سولار بانلز طاقة شمسية حتى بالليل اذا حدا من الاولاد حب ينزل يقرا قصة يدرس ما عنده كهرباء بالبيت في يقعد كمان ويعمل هذا الشيء. سو في زرعنا اشجار كمان سمرية حواليه منه حتى تنظف الاكسجين وقت يكونوا الاولاد قاعدين، تعرفوا هنيك في كثير يعني سيارات وعجقه كثير،
فكرنا بكل التفاصيل اللي معقول تخلي هيدا السبيس نموذجي. لكن مثل ما قلتي توفير الفندز يعني التمويل لمثل هيك برامج وبالشراكة مثل ما مع كثير من اليوم كنتوا مع بلدية برج حمود، يمكن في كثير أيضا من البلديات بلبنان ممكن يكون هيدا المشروع هالواحة الآمنة للأطفال رغم صغرة مثل ما قلتي، بينما يعني واضح كان من الفيديو أنه ما معقول شو في قد في تفاصيل بهالواحة الصغيرة، يعني في تفاصيل معمولة بطريقة يعني مصممة أيضا بطريقة تكون فعالة متينة محافظة ومساندة للبيئة بنفس الوقت ما قلتي واحد أمان. قد ايه مهم أمان الأطفال بالنسبة لجمعية نساند؟ وإذا بدك شو رؤيتكم وشو رؤيتكم أيضا لهالتداخل المجتمعي؟ لأنه مثل ما اسمكم يعني أنتم اسمكم نساند، أي مساندة اليوم هي ضمن رؤيتكم المستقبلية غيداء؟ بدنا نحن المشاريع تاعتنا محدده، يعني نحن مهمه نساند هي نقوي هالمجتمعات اللبنانيه تيصير عندهم اكتفاء ذاتي، والاستدامه شيء اساسي لجمعيه نساند. صحيح ما عندنا بروجرام اديوكيشن وهيلث، نحن اكثر شيء بنركز على ترميم، رممنا ببيروت وبشمال فوق ال 2500 يعني يونت سكنيه وتجاريه، اشتغلنا كثير على كمان دعم المزارعين، سو هول مشاريعنا نحن اكثر مشاريع انمائيه. بس كان بالداخل بالاخير مثل ما انت قلت، يعني هذا المشروع مثلا البارتيسيبلاي واحد من اهدافه كمان كان انه الاولاد اللي ببرج حمود اللي هن كانوا معرضين لتروما تبعيت 4 آب، من كل شيء دراسات انه اذا ولد شارك بتصميم مساحه امنه ما حيلا مشروع، اذا الولد شارك فيه رجع شافه عم يتحقق بيساعده هيدا الشيء حتى يظهر من التروما تاعيته، لانه بحس حاله قادر يحقق شيء يغير شيء. وببلد مثل لبنان خصوصا للاولاد عم بحسوا حالهم كل الوقت يعني يما مسروبين بالبيت مش عم يقدروا يروحوا على المدارس مثل ما تفضلت قبل المدام، يحققوا بخلق شيء مثل هيدا كثير مهم بالنسبه لقلب تفريغ المجتمع. نعم تفضلي غيداء تفضلي. خاص بالمجتمع كمان اذا بلشوا على صغر يشتغلوا بمساحات مجتمعيه عندهم قابل اكثر يساعدوا مجتمعهم وقت يكبروا. مثل ما قلتي هالتفريغ بالمشاعر، هالشعور بانه هن قادرين بعد يعملوا اشياء ورؤيه هالمشروع عم يتنفذ امامهم، كمان ما تنسي انه بيساعدهم بهالانتماء، وخاصه انه يلي بينزلوا هالولاد بينزلوا مثل ما بيقولوا خلعين، لما بينزلوا اولاد تا يلعبوا غيداء بيشلحوا كل التواب اللي لابسينها اهلهم، ان كانت تواب طائفيه او مذهبيه او حزبيه او كل شيء، بيشلحوا كل شيء، الاولاد بينزلوا بيلعبوا مع بعضهم، ما بيسالوا بعضهم لا انت من وين ولا انت كيف ولا بيك مع مين ولا بي مع مين، يعني بينزلوا بيلعبوا، وهالمساحه هي نفس الوقت بتساهم ايضا مثل ما قلتي بهالانصهار بهالانتماء، وبتعطي بنفس الوقت لهالجيل يلي انحرم لسنين واخرها مثل ما قلتي فاجعه انفجار بيروت قله الامان والخوف يلي عاشوه لفتره طويله. كيف كان تفاعل الاولاد من بعد افتتاح المشروع غيداء؟ اذا بتنقلي لنا شوي هيك الجو من برج حمود. نحن وأول شيء عم نشتغله كانوا كل الوقت موجودين معنا على الأرض. نسيت أقول لك أنه ستودنتس اللي عملوا ديزاين للمشروع إجوا قعدوا معنا، اللي صمموه إجوا قعدوا معنا بنساند جمعة حتى هن يشرفوا على الموضوع وهن بيشتغلوا بإيدهم. سو كانوا كل يوم موجودين تحت والأولاد كانوا موجودين معهم. سو انا مره يعني عم بسال حدا من الاولاد بتعرف شو في شو اللي موجود جوا، بتعمل لي انه اكيد بعرف انه انا اللي عملته. سو كان مهضوم هالشعور، ونحن تاخرنا شوي تنفتحه لانه خلص بثلاثه اب، ما كنا حابين نفتحه يعني قبل ما تقطع الذكرى السنويه تبع 4 آب، فكانوا كل يوم يجوا انه امتى حتقص الشريط بدنا نفوت نلعب ناطرينه. وانت قلت شيء كثير مهم كمان، وقت يكون في بنعرف كلنا انه ببرج حمود كثير في يعني مجتمعات مختلفه موجوده، خصوصا بعد يعني كونفليكت اريا بنسميها، لانه ما في يعني في اختلاط بالمجتمعات، سو على طول كونفليكت هيك مساحات مجتمعيه مثل ما انت قلت، وقت واحد يروح عليها بينسى هو شو، بينسى انتمائاته
عرفته، بس بيروح حتى يلعب خصوصا عند الاولاد كمان. كمان شيء كثير مهم انه نبلش نعلم الاولاد على صغار كيف يهتموا بمساحات مجتمعيه مشتركه. هن هلا مسؤولين، بحسوا حالهم ريسبونسبل انه بدهم ما يفوتوا حدا يوسخ سبيس، هن بدهم ينظفوه، بدهم يحافظوا عليه، بدهم يحافظوا عليه. سو هن عملوه، هن بدهم يحافظوا عليه. غيداء انا بدي اشكرك كثير. بكل شارع، يعني تخيل هيدا حلم، خصوصا بمحل مثل بيروت، مثل ضواحي بيروت اللي ما في عنا كثير اوبورتونيتي للاولاد يلعبوا. يلعبوا صحيح. يعني بتحس انه بضل في عندهم حد بيتهم جنينات مساحات، بس ببيروت حرام، يعني تولد مضروبين ببيوت كثير صغيره وابدا ما في عندهم اكسي لمساحات مجتمعيه وحدائق. نعم نعم. مؤسسه جمعيه نساند غيداء نوام، انا بدي اشكرك كثير، يعطيكم العافيه، لكن رح نتابع مشروع الكارانتينا ومشاريعكم القادمه والى المزيد من المسانده مثل اسم جمعيتكم. شكرا كثير لك غيداء، ونهارك موفق.